بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه المحاضرة هو الآية في النمل، تطبيقات عملية في حياتنا. فكمقدمة لهذا الموضوع، هناك مقدمة جميلة نتعلمها من القرآن الكريم لموضوع التفكر في مخلوقات المولى عز وجل. وهذه المقدمة يمكن معرفتها من سورة المائدة. ففي سورة المائدة يذكر الله عز وجل قصة حدثت بين أخ وأخيه، بحيث أن هذا الأخ قتل أخاه، ولم يعرف الأخ القاتل كيف يعمل بالجثة، ماذا يصنع بجثة أخيه. وليعلمه الله عجل كيف يتصرف، بعث له غراب. هذا الغراب دفن في الأرض وعلم هذا الإنسان كيف يدفن أخاه. وكان تعليق أو كلام هذا الأخ عندما رأى الغراب يعلم هذه الأمور كما يذكره المولى عز وجل في سورة المائدة آية رقم 31، بسم الله الرحمن الرحيم: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. فكان قول هذا الأخ كما يخبرنا بذلك الله في القرآن، قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. صدق الله العظيم. إذن يعلمنا الله عجل هنا بأنه إذا أنت كإنسان لم تعرف أن تتصرف في شيء معين، لم تعرف أن تصنع شيء معين، يعني فماذا تفعل؟ تفكر في مخلوقات الله عز وجل. يعني الله عز وجل يعلمك بأن مخلوقاته، يعلمك الله عز وجل منها، يعني سواء كان غراب، سواء كان نمل، سواء كان نحل، سواء كان إبل، هذه عبارة عن مدرسة تتعلم منها كل شيء تحتاجه كإنسان. و يعلمك الله عجل أفضل علم من التفكر في مخلوقاته. إذن هذه قصة الغراب يلفت نظر الله عجل بأنه عندما تتفكر في خلق الله وفي مخلوقات الله، الله عجل علمك أنت كإنسان أمور وتطبيقات تفيدك في حياتك. فمن هذا المنطلق إخواني إخواتي، سنبدأ إن شاء الله في هذه المحاضرة، وهي التفكر في النمل، وما هي التطبيقات العملية لحياتنا من التفكر في خلق الله عجل النمل. فطبعا لمعرفة الآية في النمل يجب علينا الذهاب إلى سورة النمل، شيء منطقي. وإذا ذهبنا إلى الآية رقم 18 سورة النمل، فيه يقول الحق: بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. فكل كلامنا اليوم إخواني إخواتي هو من التفكر في هذه الآية الكريمة. الآية مرة أخرى: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. إذن هنا الله عجل يلفت نظرنا إلى التفكر في النمل في أمور كثيرة، منها أولا التفكر في خلق الله للنملة، عندما قال الله: حتى إذا أتوا على وادي النمل. إذن يحثنا الله عجل هنا التفكر في خلق الله للنملة. ثانيا التفكر في كلام النمل، حيث قال الله عجل في الآية: قالت نملة. إذا تفكر في كيفية أن النمل يتكلم. ثالثا التفكر في قدرة النملة الواحدة على مخاطبة مئات النمل في ذات اللحظة. ففي الآية الكريمة قالت نملة: يا أيها النمل، يعني نملة واحدة تخاطب مئات النمل في ذات اللحظة وفي ذات الآن. إذا نريد أن نتفكر في هذا إن شاء الله. وأيضا التفكر في كيفية دخول النمل إلى مسكنه: ادخلوا مساكنكم. لأن الله عجل يعظنا أن نتفكر في كيفية دخول النمل إلى مسكنه. أيضا التفكر في مساكن النمل: ادخلوا مساكنكم. يعني الله عجل يعظنا أن نتفكر في كيفية خلق الله عجل لمساكن النمل والهندسة في هذه المساكن، وكيف نستفيد منها كبشر. نبدأ إن شاء الله خطوة خطوة. وأول نقطة تفكر فيها تفكر في خلق الله للنملة. فإذا تفكرنا في خلق الله ورحمته للنملة، نجد بأن النملة تستطيع أن تقطع الأوراق، أن تكسر الحبوب الصغيرة،
وإذا نظرنا يعني مقارنة بين حجم جسم النملة وقوته وقوة الحبل التي تكسرها والورق، نجد بأن هناك فرق. إذا نريد أن نعرف كيف من رحمة الله عز وجل سهل على النملة الصغيرة قطع الأوراق وكسر الحبوب. يعني إذا تفكرنا في النملة كما تشاهد معكم على الشاشة، الله عز وجل أعطى للنملة فكين، نلاحظ فكي النملة هنا، ولتسهيل عملية قطع الأوراق وتكسير الحبوب نلاحظ سبحان الله العظيم أن الله عز وجل وضع مادة الزنك، وهي مادة معدنية، في داخل تركيب فكي النملة وكطلاء للفكين. ففكي النملة مطليين بمادة الزنك، يعني مادة معدنية. وطبعا هذه من رحمة الله عز وجل بالنملة. لماذا؟ لأنه هذه المادة تزيد القوة وصلابة الفكين حوالي 3 أضعاف، تزيد قوتهم. إذا تصبح عملية قطع الأوراق ودقة قطع الأوراق وكسر الحبوب يسير على النملة بهذه آلية الرحمة التي وضعها الله عز وجل، مادة الزنك في فكي النملة. لأن كيف نستطيع أن نستفيد من هذه المعرفة في حياتنا كبشر؟ يجب إخواني إخواتي دائما عندما نرى آيات الله عز وجل أن نقول سبحان الله ونعظم الخالق، وأيضا أن نبحث ماذا يريد الله عز وجل يعلمنا، تطبيقات عملية في حياتنا. يعني مثل قصة الغراب، لم يقل هذا الأخ فقط سبحان الله وانتهى، ولكن طبق الذي رآه في الغراب على جثة أخيه. إذا نحن عندما نرى آيات الله عز وجل يجب أن نطبقها في حياتنا. الله عز وجل يريد أن يعلمنا تطبيقات عملية في حياتنا. إذا بما أن مادة الزنك تزيد قوة المادة، إذا تنبه الناس وتنبه الغريب بأنه إذا أدوات القطع كما تشاهدونه على الشاشة والأدوات التي يستخدمها الإنسان إذا وضع فيها الزنك وطليت بالزنك تزيد قوتها الميكانيكية، فهذا التطبيق من التفكر في فكي النملة. وطبعا الله عجل يريد الإنسان المؤمن أن يكون السباق في هذا، ولكن لهجر غالبية المسلمين لكتاب الله يجد أنفسهم في الذل والمهانة يجد أنفسهم فيها. فإذا أول تطبيق بأنه إذا ضفنا مادة الزنك إلى المواد المختلفة مثل الزجاج، الألمنيوم، الحديد، فهذا يكسبها قوة ميكانيكية كبيرة، صلابة تصل إلى 3 أضعاف، يعني زيادة الصلابة، ومقاومة العوامل الجوية مثل الحت، ومقاومة للخدش، يعني تزيد من قساوة السطح. يعني تطبيق آخر في حياتنا، لاحظوا إخواني دائما تطبيقات عملية في حياتنا، مثلا في صحة الأسنان في الإنسان، صحة أسناننا. عندما يعني نحلل الأسنان والمواد الموجودة في الأسنان، نجد سبحان الله العظيم بأن الأسنان، أسنان الإنسان، تحتوي أيضا على مادة الزنك كما تشاهد أمامكم. تركيز يعني له قيمة من مادة الزنك في أسناننا. إذا ما هي وظيفة مادة الزنك؟ بما أن تعلمنا من النملة بأنه هذا يزيد قساوة وقوة فكي النملة للقيام بوظائفها، فستكون له وظيفة مشابهة في جسم الإنسان، وأنه هذه مادة الزنك تزيد من قوة وصلابة أسناننا وتحافظ عليهم وتحميهم من الخدش والكسر والنخر من البكتيريا والتسوس. يعني كيف نستطيع أن نستفيد من هذه المعرفة؟ أنه في هناك أناس تحدث معهم ظاهرة يروها غريبة، بأنه يحدث هناك تكرار في تسوس الأسنان عندهم. يعني يحافظ على أسنانه من ناحية النظافة، من ناحية تغذية الكالسيوم وكل هذا، ولكن يلاحظ بأنه يعني يتكرر تسوس الأسنان وعندهم مشاكل كبيرة في هذا. يعني كيف الاستفادة من الآية في النمل؟ بما أن الزنك يزيد من قوة الأسنان، وبما أن الزنك موجود في أسناننا، إذا هؤلاء الناس لو عملوا فحص دم ليجدوا تركيز كمية الزنك في جسمهم يجدوها منخفضة، وبالتالي الأسنان تكون أضعف وعرضة للتسوس المستمر والمتكرر. إذا العلاج هنا بأنه إذا وجد أنه تركيز الزنك قليل في الجسم، تأخذ أطعمة فيها زنك بكميات جيدة لزيادة كمية الزنك في الجسم وزيادة قوة وصلابة الأسنان. نلاحظ التطبيق في الهندسة وتطبيق في صحة الأسنان. يعني تطبيق آخر من التفكر في النملة، يعني أيضا ليسهل الله عز وجل على النملة عملها وقطع الأوراق وتكسير الحبوب، فالله عز وجل وضع عضو مرتبط بفكي النملة يعمل عليهم اهتزاز كبير جدا. يعني فكي النملة يهتزوا هكذا بتردد عالي كل ثانية،
فيعني عندما تريد النملة أن تقطع الأوراق، أن تكسر الحبوب، يهتز فكيها بسرعة، بتردد عالي، يعني مرات كثيرة بالثانية. هذا من شأنه أن يولد قوة اهتزازية كبيرة، طاقة اهتزازية على مادة الورقة ومادة الحبة اللي تريد أن تكسرها، وبالتالي يصبح هناك تكسير أسهل للحبة أو تقطيع أفضل لورقة الشجر، لأنه هذا الاهتزاز الكبير يؤدي إلى تكسير الروابط في المواد بسهولة أكبر. وسبحان الله العظيم، نلاحظ كيف أن رحمة الله عجل وسعت كل شيء، ونفهم لماذا الله عجل لازم لفظ الجلالة اسمه بصفة الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رحمة الله عجل في كل شيء، في النملة وفيك وفي كل ما خلق. إذن كيف نستفيد من هذه الآية كبشر؟ لأن مثلا في تطبيق اللي هو الحفارات لتكسير الصخور، وجد حديثا بأن إذا الحفارة لم تكن ثابتة ولكن أصبح هناك في اهتزاز في أداة الحفر في الحفارة، فهذا يؤدي إلى تكسير أسهل للصخور، وهو بالضبط مثل الآلية التي وضعها الله عجل في فكي النملة. فسبحان العظيم، ومرة أخرى الله عجل يريد الإنسان المؤمن أن يكون الصباغ في هذا. إذا أنت كإنسان مؤمن لا تعرف كيف تصمم حفارة وما هو التصميم المثالي لها، انظر إلى خلق الله، انظر إلى خلق الله قبل أن تلجأ إلى جونسون وسكينر، ماذا يعلمك بهذا الخصوص؟ لأن نأتي إلى موضوع آخر إخواني إخواتي، هو التفكر في كلام النمل. فالله عجل يخبرنا في الآية الكريمة بأن النمل يتكلم مع بعض البعض، قالت نملة. فكيف يتكلم النمل مع بعضها البعض؟ لأن مفتاح ذلك يكمن في ذات الآية الكريمة. نلاحظ سبحان الله العظيم إخواني إخواتي كيف أن القرآن يفسر بعضه بعضا. يعني نريد أن نعرف كيف يتكلم النمل، في نفس الآية هناك الجواب. في آخر الآية الله عز وجل يقول وهم لا يشعرون. يعني إذا نظرنا إلى سياق الآية مرة أخرى، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فنلاحظ قول النملة وهم لا يشعرون، يعني نلاحظ بأن النملة فهمها للتخاطب وكيف المخلوقات تتخاطب بأنه عن طريق الشعور، إن هي تجربتها هي للنملة. فنفهم من هذا بأن النملة تتخاطب عن طريق الشعور وهم لا يشعرون. لم يقل الله عز وجل في آخر الآية وهم لا يبصرون وهم لا يسمعون، يعني النملة لم تقل إنه سليمان سيحطمنا وهو لا يبصر أو لا يسمع. ففهم النملة لكيفية التخاطب هي عن طريق الشعور وهم لا يشعرون. ما معنى الشعور؟ مثلا إذا إنسان قال أنا شعرت بهواء بارد على جلدي، ما معنى ذلك؟ يعني أحس بالاهتزازات لذرات الهواء الباردة. وكيف أحسها؟ عن طريق الجلد وعن طريق الشعر. الشعر عندما يهتز يعني يجعلك تشعر بأمور. إذا نفهم من هذا بأنه بما أن النملة أيضا تتكلم وتتخاطب عن طريق الشعور، يجب أن يكون على جسمها شعر يستطيع أن يحس الاهتزازات الميكانيكية. فنظرنا إلى جسم النملة نجد سبحان الله العظيم هذا كلام 100% صحيح. نجد بأن على جسم النملة هناك شعر كما شعيرات، كما تشاهدون شعيرات صغيرة. هذه الشعيرات الله جل وضعها في النملة بحيث تستطيع أن تشعر الاهتزازات الميكانيكية خلالها. ونلاحظ أنه في غالبية الأحيان هناك اتصال ميكانيكي بين النملة والأخرى كما تشاهدونك على الشاشة. فالنملة تستطيع عن طريق هذه الشعيرات على جسمها وعن طريق الهوائي، هناك تلاحظ هوائي في النملة أو قرني استشعار، قرني استشعار أو هوائي اللي هو الأنتنة، نلاحظ بأنه عبارة عن عمود وتتفرع منه شعيرات استشعارية. فإذا النملة تستطيع عندما تهتز يعني تولد اهتزازات ميكانيكية. النملة عندما تمشي وتهتز بجسمها وبهوائي أو قرني الاستشعار تولد اهتزازات. هذه الاهتزازات عبارة عن كلام، عبارة عن أوامر للنمل الآخر، وتستطيع أيضا أن تستشعر بهذه الشعيرات الاهتزازات. يعني مرة أخرى، النملة إذا عملت حركات معينة بقرني الاستشعار وعن طريق جسمها تولد اهتزازات، وإهتزاز عبارة عن هنا كلام يعني مخاطب للنمل الآخر، وينتقل من نمل لآخر أنه في هناك ارتباط ميكانيكي ويشعر بالاهتزازات هذه. وأيضا قرني الاستشعار أو الشعيرات على جسم النملة تستشعر الاهتزازات الخارجية. إذن
نلاحظ إخواتي أيضا يعني معلومة في الآية الكريمة، أن النملة عرفت بأن هذا سليمان وجنوده، عرفت بأن هذا سليمان وجنوده. كيف عرفت النملة بأن هذا الذي يمر في الوادي هو سليمان وجنوده؟ الآن بما أن فهمنا بأن النمل يعني يحس بالبيئة حوله عن طريق الآلية الأساسية هي الاستشعار أو الشعور بالبيئة عن طريق هذه الشعيرات، إذن في وقت سليمان كان سليمان وجنوده أقوى جيش على الأرض، فعندما يضرب الجيش على الأرض بأقدامه يولد اهتزازات كبيرة جدا، والنمل طريقته في التخاطب هي اهتزازات، فشعرت النملة باهتزازات كبيرة جدا. فمن هذه يعني نفهم كيف عرفت النملة بأن هذا جيش سليمان، من قوة الاهتزاز في الأرض. سبحان الله العظيم، نفهم القرآن الكريم بعمق أكثر الآن. فالآن السؤال، كيف نستفيد عمليا من هذه المعرفة بفهم هواء الاستشعار أو قرني الاستشعار في النملة؟ التطبيق مرة أخرى كيف القرآن يفسر بعضه بعضا، مفتاح التطبيق العملي لقرني الاستشعار في النملة يكمن في التفكر في قول المولى عز وجل في سورة السجدة آية رقم 7، بسم الله الرحمن الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. استغفر الله العظيم. فنلاحظ أن الله يخبرنا بأنه أحسن كل شيء خلقه، يعني خلق كل شيء في أفضل من ناحية هندسية، في أفضل كفاءة 100%. فهم من هذا بأن قرني الاستشعار في النملة، بما أن الله أحسن كل شيء خلقه، يعني هذا القرني الاستشعار هو أفضل تصميم لهوائي يستطيع أن يحصد الأمواج الاهتزازية. مرة أخرى، يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف ما هو أفضل تصميم لهوائي أنتنة يستطيع أن يحصد أكثر كمية من الطاقة، ما عليه إلا أن ينظر إلى هوائي أو قرني الاستشعار للنملة. إذا فعلنا ذلك نجد بأن الله عز وجل صمم هذا الهوائي أنه عبارة عن عمود فيه مرونة ويخرج منه شعيرات استشعارية، فهذا أفضل تصميم لهوائي يستطيع أن يحصد أمواج اهتزازية، سواء أمواج ميكانيكية أو أمواج كهرومغناطيسية مثل أمواج الراديو أو التلفزيون. فنلاحظ سبحان الله العظيم بأن الغريب بعد سنوات التجربة والخطأ وجد بأن أفضل تصميم لهوائي كما تدرك على الشاشة هو تصميم مشابه جدا لتصميم الهوائي في البعوضة وفي النملة، وهو عبارة عن عمود ويخرج منه أعمدة استشعارية. فمرة أخرى الله عز وجل يريد الإنسان المؤمن أن يكون الصباغ في هذا. الآن نأتي إلى موضوع آخر في موضوع التفكر في آية النمل، وهو التفكر في كيفية دخول النمل إلى مسكنه. فالله عز وجل يقول في آية كريمة ادخلوا مساكنكم. وإذا تفكرنا في هذا نجد كما هو بينكم على الشاشة بأنه إذا كان هناك مئات النمل خارج المنزل وشعروا بخطر، كيف يشعروا بخطر؟ يعني أصبح هناك اهتزاز قوي بجانبهم، فإنهم يدخلوا مئات النمل يدخلون إلى البيت إلى مسكن النمل في ثواني. تلاحظ أنه يكون هناك مئات النمل حول البيت، ولكن في ثواني يدخلوا إلى داخل المسكن، إلى داخل البيت. فالسؤال، كيف سخر الله عز وجل وكيف خلق الله بيت النمل بحيث أن النمل مئات النمل يستطيع أن يدخل البيت في ثواني؟ وطبعا هذه من رحمة الله عز وجل على النمل، لأنه لو لم يدخل بسرعة النمل البيت لممكن دهسوا وتم تحطيمهم من قبل الخطر الخارجي. إذن يكمل الجواب في التفكر في خلق الله لبيوت النمل ومساكن النمل، وكيف الله عز وجل هدى النملة الصغيرة لبناء بيتها. نلاحظ شغلة يعني أو موضوع واضح جدا في التفكر في بيوت النمل، نلاحظ بأن الطرق الرئيسية كما هو بين والفرعية في بيت النمل تكون بزوايا انسيابية ليست قائمة، يعني ليست زوايا قائمة ولكن زوايا ليست بقائمة وزوايا انسيابية. ولنعرف أهمية هذا التصميم في تسهيل دخول النمل بسرعة على المنزل، يجب علينا أن نقارنه بطريقة البشر الآن في تصميمهم للطرقات. فنلاحظ أن البشر عندما يصمم الطرقات كما تشاهدون على الشاشة، فإن الطرق الرئيسية والفرعية تكون بزوايا قائمة 90 درجة في غالب الأحيان. يعني لمعرفة الفرق، إذا كانت الزوايا في داخل المسكن أو في داخل المدينة بزوايا ليست قائمة أو قائمة،
قمت بعمل نموذج بالكمبيوتر بالحاسوب كما تشاهدونك على الشاشة. فعلى اليمين هذه عبارة عن تصميم البشر للطرق الرئيسية والفرعية ونجد فيها الزوايا القائمة، وعلى اليسار هذا نموذج للطرق الفرعية والرئيسية في بيوت النمل. وبالكمبيوتر قمت بحساب نمط تدفق المركبات في الطرق والسيارات مثلا في الطرق اللي صممها البشر، ونمط تدفق النمل في مسكنه. فهذا مبين طبعا السيارات على اليمين أو المركبات، وعلى اليسار عبارة عن النمل. فمن النتائج نرى بأن في بيوت النمل هناك تدفق سلس وسريع للنمل في داخل المنزل، لأن الزوايا ليست قائمة هنا. أما في المركبات في تصميم طرق البشر هناك اضطراب في المرور وازدحام مروري. ويمكن فهم ذلك إخواتي إذا نظرنا إلى الصورة التالية، تفسير هذه النتائج. لأنه كما تشاهدون على اليمين، إذا أرادت سيارة مثلا أن تدخل إلى طريق فرعي بزاوية 90 درجة، فإنها بحاجة إلى أن تتباطأ بدرجة كبيرة لدخول الزاوية هذه القائمة. هذا التباطؤ في السيارة في الشارع الرئيسي أو في الطريق الرئيسية يؤدي إلى تباطؤ السيارات التي خلفها، وبالتالي ازدحام مروري في الطرق الرئيسية والفرعية. أما في بيوت النمل، لأن الله عز وجل خلق الطرق بزوايا ليست قائمة، فالنملة إذا أرادت أن تدخل طريق فرعية تدخلها بدون تباطؤ، ليست بحاجة أن تتباطأ لتدخل الطريق الفرعي، وبالتالي لا يحدث تباطؤ في القناة الرئيسية في بيت النمل. وهذا يفسر جزئيا كيف أن النمل، مئات النمل يستطيع أن يدخل البيت في ثواني. إذا دخلت نملة تدخل بسرعة على البيت، لو تأخرت النملة في داخل البيت لأصبح هناك مثل ازدحام مروري للخارج. فسبحان الله العظيم، نلاحظ كيف الله عز وجل علمنا أمور إذا تعلمها المسلم من خلق الله عز وجل يكون هو المعلم للآخرين، وكفانا أن نكون متلقين أذلاء. فالله عز وجل في خلقه مدرسة يعلمك الله عز وجل فيها كل شيء. الآن شيء آخر من التفكر في مساكن النمل. الآن أيضا إذا تفكرنا مثال آخر على مسكن النمل كما تشاهدونه على الشاشة، هذا مسكن لما يسمى بالنمل الأبيض. لأن هذا المسكن نلاحظ مور فيه سبحان الله العظيم، لأنه أول شيء يجب أن تبقى درجة حرارة المسكن في الداخل 31 درجة مئوية لظروف ما يجب أن تبقى على هذه الدرجة. لأن نلاحظ أن هذا البيت أنه إذا تغير درجة الحرارة في الخارج مثلا في الليل أصبحت تقريبا صفر مئوي، وفي النهار أصبحت حوالي 40 درجة مئوية. مع هذا التغير الكبير من 0 إلى 40 درجة تغير خارجي، تبقى درجة حرارة المنزل أو مسكن النمل في الداخل 31 درجة. يعني تصوروا هناك تغير 40 درجة في الخارج وتبقى درجة حرارة المنزل في الداخل ثابتة. فسبحان الله العظيم، كيف الله عز وجل علم هذا ما يسمى بالنمل الأبيض بناء بيته بحيث أنه إذا حتى لو تغير درجة حرارة خارج المنزل 40 درجة تبقى في داخل المنزل 31. إذن يعلمنا الله عز وجل من هذا نظام تدفئة وتبريد. يعني إذا تفكرنا في بيوت النمل الأبيض، إذن يعلمنا الله عز وجل نظام تدفئة وتبريد أفضل من أي شيء يستطيع أن يعمل البشر. إنه بكل أنظمة التبريد وتدفئتنا، إنك لو تغير درجة حرارة خارج المنزل 40 درجة، هل تعتقد أن أجهزة التكييف والتبريد اللي عندك إياها تستطيع أن تحافظ درجة حرارة المنزل ثابتة؟ مستحيل بالتقنية الموجودة حاليا طبعا. يعني إذا تفكرنا في بيت النمل، نلاحظ الله عز وجل علمنا نظام تدفئة وتبريد يفوق معارف البشر. كيف ذلك؟ أولا هناك عدة نواحي، ولكن نأخذ ناحية. أول شيء نلاحظ كما هو بين أمامكم في الصورة، هذه الأعمدة المبينة بالمشار إليها بالرقم 1، هذه مثل قنوات تهوية، أعمدة تخرج من بيت النمل الأبيض، قنوات تهوية نلاحظها طويلة يعني مرتفعة جدا هذه القنوات. لأن أيضا إذا لاحظنا كيفية تفرع قنوات التهوية الرئيسية والفرعية، يعني بيت النمل يبرد بجريان الهواء داخله، يعني تيارات الهواء تمر داخل المنزل تبرد المنزل في الصيف وفي عند ارتفاع درجة الحرارة. نلاحظ كيف أن الله عز وجل علم النمل الأبيض بناء قنوات التهوية وتفرعاتها مرة أخرى بحيث لا تكون قائمة،
يعني إذا قارنا بين قنوات التهوية في بيوت النمل الأبيض، نلاحظ هنا كيف أنها بزوايا انسيابية ليست قائمة. أما على اليسار نلاحظ قنوات التهوية في مساكن البشر. ففي مساكن البشر عندما يعملوا قنوات التهوية التي تمر فيها الهواء بزوايا قائمة، وأيضا في التدفئة المركزية الأنابيب توضع على زوايا قائمة. مرة أخرى بالكمبيوتر، إذا قمنا بعمل نماذج لهذا، فالكمبيوتر يعني يعطينا نتائج مذهلة، لأنه إذا كانت قنوات التهوية ليست بالزوايا ليست قائمة، فهذا يؤدي إلى تدفق سلس وسريع للهواء وبأقل ضغط. يعني أقل ضغط في الهواء يؤدي إلى حركة كبيرة للهواء في داخل مسكن النمل الأبيض. يعني مرة أخرى، تصميم قنوات التهوية بحيث تكون زواياها ليست قائمة، أقل ضغط للهواء يحرك الهواء بشكل كبير في داخل المنزل، وبالتالي يبرد المنزل، يسحب الحرارة من داخل المنزل. أما في بيوت البشر، هذا التصميم القائم على الزوايا القائمة، لمحافظة على جريان الهواء أو جريان الماء، بحاجة إلى مضخات كبيرة وطاقة رهيبة لإتمام العملية. إذا الإخوان إخواتي، إذا أخذنا هذه الفكرة وطبقناها في منازلنا، يعني الأنابيب التي توصل لتدفئة المياه الساخنة في التدفئة المركزية، لو عملت ليس الزوايا قائمة، وقنوات التهوية التي فيها الهواء عملت بزوايا ليست قائمة، هذا سيؤدي إلى تدفق سريع للهواء، طاقة قليلة، كفاءة أعلى. الآن مثال عملي على هذا، كما تشاهدون على الشاشة، هذا عبارة عن مبنى للسوق التجاري عمل في زيمبابوي، وقام به مهندس سما مايك بيرس، وأخذ أفكار تصميمية من هذا لهذا المبنى من مساكن النمل الأبيض. ومعلومات عن هذا المبنى بأنه أن أخذ بعض الأفكار من بيوت النمل الأبيض في نظام التدفئة والتكييف ووضعها في هذا المبنى. وطبعا هذا المبنى لا يحتوي على أنظمة تكييف حديثة أو تقليدية، ولكن معلومات هذا المبنى بأنه تبقى درجة الحرارة في داخل المبنى مريحة للبشر طوال السنة بدون استهلاك كبير للطاقة وبدون استخدام أنظمة تدفئة وتبريد حديثة. ويذكر بأن هذا المبنى يستهلك 10% من الطاقة إذا ما اللازمة، فيما لو تم تدفئته وتبريده بأجهزة التكييف الحديثة، 10% من الطاقة فقط. وأيضا تم توفير 3.5 مليون دولار لعدم وجود أنظمة تكييف مكلفة في المبنى. وكلفة الاستئجار، إذا أراد الإنسان يستأجر يعني مكان في هذا المبنى، هو أقل بمعدل 20% من مبالغ المجاورة، لأنه كلفته تشغيله وهذا قليلة، فالإيجار قليل. نلاحظ سبحان الله العظيم، لو إنسان مسلم تعلم هذه الأمور من مساكن النمل وطبقها في مبنى، يبقى المبنى هذا شاهدا على صدق القرآن، يبقى دعوة، المبنى نفسه يكون دعوة في سبيل الله. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الآن موضوع أخير، موضوع التفكر في مساكن النمل. الآن في محاضرات سابقة تكلمت إخواني إخواتي عن بيوت النحل والتصميم السداسي وأهميته، وهنا تكلمت عن نظام التهوية في بيوت النمل، كيف الله جل علم النمل هذا. الآن قمت بعمل التالي، قمت بدمج، يعني قمت ببداية تصميم لمبنى يدمج بين تصميم بيوت النحل وتصميم بيوت النمل. نأخذ كفاءة يعني ناحية ميكانيكية وإنشائية من بيوت النحل، ونأخذ نظام التهوية والتبريد من بيوت النمل. فأود أن أبين لكم كيف التصميم الذي قمت به. فكما تشاهدون بالصورة، أبين لكم بالصور إن شاء الله، هذا اللي تشاهدون أمامكم تصميم لمنزل من يتألف من 6 غرف. نلاحظ هناك الغرف مبينة بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ستة بالأرقام، 6 غرف. وتلاحظوا باللون الأحمر في المركز، هذه ليست غرفة ولكن قناة تهوية. فنلاحظ يجمع تصميم السداسي لبيوت النحل وقنوات التهوية في بيوت النمل. فالقناة الداخلية عبارة عن قناة تهوية. ويمكن أيضا عمل عمارة أو بناية على هذا التصميم، بحيث نضع طوابق لهذا التصميم، طوابق فوق بعضها البعض كما تشاهدون أمامكم، ودائما هناك قناة تهوية مركزية في الوسط.
ولاحظ دائما في وسطنا قناة هواء مركزية مبينة باللون الأحمر. وأيضا طبعا كل هذه الأفكار مأخوذة من بيوت النمل والنحل. نقوم بعمل التالي: نلاحظ الجدران التي تكون مجاورة لقناة التهوية المركزية في الوسط، تكون فيها فتحة في الأعلى، قناة لخروج الهواء الساخن كما تشاهدونها، وقناة لدخول الهواء البارد من الأسفل. وفي الجدار المقابل لهذا الجدار تكون هناك نافذة في علو متوسط تكون بين القناة لخروج الهواء الساخن وقناة لدخول الهواء البارد. وهذه القناة التهوية المركزية في الوسط تكون مفتوحة للسماء للأعلى، وتكون في الأسفل لها قنوات تدخل الهواء من تقريبا عند أساس المبنى. فإذن هذا تشاهدون أخواني إخواتي عبارة عن بداية لتصميم مأخوذ من التفكر في بيوت النمل والنحل، قمت به بحمد الله عز وجل. وهذا المبنى إذا قمنا به بهذا الشكل له الخصائص التالية: قوة إنشائية كبيرة جدا، هذا من خصائص هذا المبنى، قوة إنشائية كبيرة، مبنى متزن مقاوم للزلازل، استخدام أقل مواد إنشائية لبناء المبنى، قليل التكلفة، مبنى عازل للصوت، مبنى عازل للحرارة وهي ميزة في فصل الشتاء لعزل الجو الخارجي البارد، وتبريد في الصيف بدون أجهزة التبريد التقليدية. هذا المبنى يعني إن شاء الله سيكون مبنى فيه كل هذه الخصائص. وإذا إنسان الله عجل هدى قلبه ليساعدني في نقل هذه النماذج الحاسوبية إلى أرض الواقع، فسيكون هذا المبنى دعوة في سبيل الله عز وجل، وشاهدا على عظمة القرآن وعلى يعني صدق الله وعد الله عز وجل للمؤمنين، بأنهم إذا تمسكوا بالقرآن سيكونوا هم الذين يعلموا الناس المعرفة وسينصرهم الله عز وجل. ولمعرفة تفاصيل أكثر هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة إنترنت www.quran-miracle.com. يمكن التواصل معنا عن طريق البريد الإلكتروني zedquran@gmail.com. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.